ازاي تعرف الوظيفة المناسبة ليك واللي هتعيشك في حياة سعيدة في المستقبل. يلا بينا. شباب عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو عمرك تشوفني انا كريم عيف بقدم محتوى في ستايل بروفيشنال سبيكر، ادخل كده وخد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. ازاي تعرف الوظيفه المناسبه ليك او اللي هتعيشك في حياه سعيده في المستقبل؟ وده ممكن تعتبره فيديو لتلخيص كتاب كيف تجد عملا مرضيا، وممكن الخص لك الكتاب ده عن تجربه شخصيه في حياتي انا. والاجابه عن سؤال ازاي تعرف الوظيفه المناسبه ليك او اللي هتعيشك في حياه سعيده طول مستقبلك، وهي ان تجرب كل حاجه. وهو ده اللي انا عملته حرفيا، ان انا جربت كل حاجه. مفيش حاجه ممكن تكون جات على بالك غير وانا جربتها او نزلت شغل فيها. وفكره اصلا انك تنزل كمان شغل اصلا او تجرب كل حاجه ملهاش علاقه كمان بمستقبلك والكلام ده، لا ليها كمان علاقه بفكره انت بتكسب حاجات كتيره جدا جدا، زي انك بتحس بقيمه الجنيه اللي معاك وان انت اللي جايبه بعرقك، وبتخليك تعرف كل طبقات الناس اللي انت ممكن تتعامل معاهم، اذا كان غني او فقير، غبي او يعني. في ناس كتيره جدا جدا بتبقى في الشغل بتبقى اغبيه ولازم تستحملهم، وممكن يكون مثلا مديرك ولازم تستحمله الكلام ده، فبتعلمك انك تتعلم ازاي تتعامل مع اطواف الشعب كلها. فلازم تجرب كل حاجه قدامك وتدخل في كل حاجه قدامك. وطبعا في الحاجات طبعا انت هتدخل فيها دي هتلاقي ان في حاجات بتجيب فلوس كتيره جدا جدا وانت مبسوط بالفلوس اللي داخله لك، ولكن انت مش مرتاح نفسيا في الشغل ده. والعكس هتلاقي برده شغل برده انت بتحبه جدا جدا بس الفلوس بتاعته قليله وممكن اصلا تكمل فيه علشان انت مرتاح نفسيا فيه. وده برضو اللي انا برضو وقعت برضو معاه، كنت برضو في شغلانات برضو بتجيب ألوفات كتيرة جدا جدا ولكن انا مش مرتاح نفسيا في الشغلانة دي فكنت بسيبها. وفي شغلانات تانية برضو كانت بتجيب فلوس قليلة جدا جدا يا دوبك بتكفيني الشهر بس بالظبط، ولكن كملت فيها لسنين ولكن علشان انا حبيت المجال ده او حسيت بالراحة وانا في الشغل ده. فكرة كمان انك تنزل تمام تجرب كل حاجة او تجرب عدد كبير جدا جدا من الشغل ده كان بيديك كده متعة خاصة كده ان انت جربت كل حاجة او عندك خبرة في الشغلانات. لما تيجي مثلا تتكلم تقول انا كنت شغال في الحته الفلانيه وعارف الخبايا بتاعتها وعارف ازاي بتشتغلها وعارف الحاجات دي كلها. واللي انا كمان اكتشفته كمان ان كل شغلانه فيها خبايا من جوه كتير جدا جدا، وانك تعرف الخبايا دي بيجي عندك بقى فكره انت بيترد عليك على الاسئله اللي بتبقى في دماغك وانت مش عارف رد عنها. بتبقى فيها اسئله كتيره جدا جدا في دماغي ببقى عايز رد عنها، ولما اجي انزل مثلا شغلانه ليها علاقه بالتفكير ده او بالسؤال اللي في دماغي ده بلاقي الاجابه بتاعته على طول. وسؤال من الاسئله الكوميديه اللي كانت في دماغي اللي انا مش عارف في معرض العربيات ازاي بيطلعوا العربيات في الدور التاني، ولما اشتغلت في معرض عربيات عرفت ازاي وعرفت ان هو وينش بياخد العربيات بيطلعهم لفوق، وهكذا بقى في بقيه الشغلانات. فالموضوع فيه متعه جامده جدا جدا. وكعليا انا ككريم فضلت اجرب كل حاجه لحد ما استقريت على السوشيال ميديا. لو انا ما كنتش جربت الحاجات اللي فاتت دي كلها ما كنتش شفتني دلوقتي على قناه اليوتيوب بتاعتي. انا دلوقتي وبكل فخر ممكن اقول ان انا دلوقتي بشتغل الحاجه اللي انا بحبها، بشتغل الحاجه اللي انا وانا بتعب فيها لا انا مستمتع وانا بتعب فيها وبعتبره بالشغل قوي، فكره ان انا اكون صانع محتوى او يوتيوبر. وانا في اخر حلقه ممكن اديك نصيحتين مهمين جدا جدا. اول حاجه انك تعمل الحاجه اللي انت فرحان ومستمتع بيها وما تدورش على حاجه تاني، يعني انت دور على الحاجه اللي انت تبقى فرحان ومستمتع بيها وبس. تاني حاجه لو انت صغير ما تحطش الفلوس كمقياس اساسي، او لو انت دخلت الحاجه اللي انت بتحبها او اللي انت بتحلم بيها ما تحطش الفلوس كمقياس اساسي، عشان الفلوس كده كده هتيجي قدام وبعدين، لكن في الوقت الراهن انت لازم تختار ما بين الفلوس الجامده جدا جدا في الشغلانات اللي انت مش مبسوط بيها، او تشتغل مثلا شغلانه بتضمن لك فلوس قشطه تعيشك ولكن مش ده بيبقى هدفك او رغبتك، لا اما تختار الشغلانه اللي انت كنت بتحبها او كان نفسك فيها بس هتاخد في الاول فلوس صغيره او فلوس قليله وبعد كده فلوس هتزيد. فما تحطش الفلوس كمقياس اساسي في الاول. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم. We'll be right back.